رقب جماهير نادي الزمالك انطلاق مشوار فريق الكرة بالنادي بمرحلة المجموعات من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية بنسختها الجارية 2023-2024، حيث يقص الفارس الأبيض شريط المجموعات باستضافة أبو سليم الليبي غدا الأحد بملعب الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية. تضم مجموعة الزمالك في النسخة الحالية من الكونفدرالية أندية أبو سليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا الأنغولي. الزمالك واجه الأندية الليبية في 4 مباريات سابقة قبل مواجهة أبو سليم مساء الأحد. الزمالك استهل مشواره الإفريقي التاريخي في عام 1976 بمواجهة أهل طرابلس الليبي بالدور الأول لبطولة أبطال الكؤوس، وتفوق الفارس الأبيض بثلاثية في الذهاب بالقاهرة دونها كل من المعلم حسن شحادة هدفين وطه بصري هدف، وفي لقاء العودة خسر بطل مصر بهدفين مقابل هدف وسجل هدفه النجم أحمد عبد الحليم. وعادت مواجهة الزمالك أمام الأندية الليبية في عام 2017 أمام أهلي طرابلس أيضاً بمجموعات دور أبطال إفريقيا، وحسم التعادل السلبي اللقاء الأول الذي أقيم في تونس والتعادل الإيجابي في برج العرب بهدفين لكل فريق، وسجل كل من معروف يوسف وباسم مرسي ثنائية أبناء ميتو عقبة في تلك المباراة. الزمالك يتطلع لتحقيق فوز ثاني على حساب الأندية الليبية خلال مواجهة أبو سليم الليبي واستهلال مشواره في مجموعات الكونفدرالية بالنقاط الثلاثة.